إذن مشاهدينا إلى موضوع آخر، حيث تمكن المستثمر السعودي شرف محمد الحريري من قرع جرس افتتاح أكبر بورصة في العالم في مدينة نيويورك، وذلك كان بحضور رئيس بورصة نيويورك. بذلك يكون أول مستثمر عربي خليجي يفتتح بورصة نيويورك منذ بدء التداولات فيها. شرف في أعضاء الشرف، وجرس آخر يقرع، وهذه المرة ليس في أسواق بورصة، إنما إذانا ببدء موسم جديد لعالمي دق طبول العنفوان منذ البداية، حين دك حصون الفتح بأربعة مع الرأفة ليفتتح مشواره نحو منصات التتويج. شرف الاستثمار هو البداية لعودة العالمي لعالمية عانقته أولا وأرغمت التاريخ على تسطير اسمه في كتاب حقائق لا يمكن أن تمحى. شرف التوهج بداية حقبة جديدة وعصر مجيد سيغير مفهوم الرياضة وسيصنع الفارق على المستوى القاري، ليصبح الاستثمار عقد شرف لنهوض الإنجازات. شرف الحريري وبعيدا عن إضاءات الإعلام كان له دور في عودة توهج العالم وارتفاع صوته ومعانقته للذهب من جديد. في عام 2014 كان انضمام شرف لهيئة أعضاء الشرف، وبدعم وصل ل 22 مليون ريال. إدارة الاستثمار اللي تقوم فيه عمل كبير وجبار جدا، والأخ شرف الحريري صراحة أبغى هو يمكن ما يبغاني أظهر المعلومة، لكن في كثير من تبرعاته ودعمه المادي غير معلن، لكن انا عشان الرجل يستحق صراحه الشكر وصل لدفع الى الان حوالي 20 مليون في خلال السنتين اللي فاتت. سنتين هذا غير الاستثمار. حين كلف من قبل رئيس النادي باستلام ملف الاستثمار، فكان ذلك العام سعدا على النصر وعشاقه. وفي العام 2015 تم إنشاء موقع متكامل للنادي بعد توقيعه لعقد الإنشاء وبدعم شخصي منه، وتجهيز مقر جديد لإدارة الاستثمار بتوقيع عدة عقود شراكة استراتيجية، لينظر النصر نظرة بعيدة كل أهدافها أن يبقى النصر بعد مرحلة البناء ولسنوات سيدا يغرد وحيدا في القمة. وفي العام 2016 كانت الرحلة لتجهيز النادي لمرحلة الخصخصة، وفي نفس العام استمر ينبوع شرف في دعم النادي، فتكفل بمعسكر الفريق خارجيا وتقديم مبلغ 10 ملايين ريال كميثاق شرف لمحبة وعشق وولاء، ميثاق كله أمل أن تتحقق الرؤية ويحلق النصر وحيدا على المستوى المحلي والقاري.